النهارده النادي الاهلي عنده اجتماع مجلس اداره بيناقش اموره وعلى جدول اعماله ما صدر من ابراهيم عيسى. والاهلي مؤسسه يدافع عن حقوقه وحقوق جماهيره بالقانون واللوائح بالشكل الذي يجعل جماهيره في هدوء وتعلم ان بالقانون واللوائح تستطيع ان تحصل على حقوقك. وطلع النادي الاهلي خبر محترم جدا، خلى الناس تعرف ان احنا في دولة محترمة، ويدعو الجماهير الى عدم الخوض في اي شيء لان احنا في دولة مؤسسات. وطلع الاهلي خبر، الاهلي لم يصدر بيانات، خبر ان مجلس ادارة النادي الاهلي اجتمع برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعقد اجتماع مساء الأحد 5 سبتمبر 2021 لمناقشة العديد من الملفات. وعقب الجلسة قرر الكابتن محمود الخطيب تكليف المستشار القانوني للنادي الأهلي بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام ورفع شكوى ومذكرة عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تجاوز أحد الإعلاميين ولم يذكر حتى اسم إبراهيم عيسى، وذكر بأن هذا الإعلامي راح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وشبه النادي الأهلي وجماهيره بالنازية. ذلك ذكر الخبر ان الاهلي قرر تحويل ابراهيم عيسى دون ان يذكر اسمه باعتباره عضو عامل في النادي الاهلي الى الشؤون القانونية للتحقيق معه لخروجه عن قيم ومبادئ النادي الاهلي والشروط التي حصل بها على العضوية طبقا لنص المادتين 102 و103 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، في إشارة إن الأهلي بتحكمه لوائح وعنده لائحة داخلية بيحاسب بيها أي حد يخرج عن النص. هذا أمر يخص النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي لم يتعرض من قريب أو من بعيد لنادي الزمالك، ولم يضع اسم نادي الزمالك في جملة مفيدة، ولم يتعرض من قريب أو من بعيد لحسين لبيب ولا للجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، ولم يذكر من قريب أو من بعيد أي شيء يمس الزمالك بمكروه. أنا أدير نادية وأرفع مذكرة وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام وأرفع شكوى للسيد النائب العام بكل أدب واحترام، تطلع انت تشتمني ليه؟ لانا قلت للجماهير بتاعتي انا مش قادر اخد حقي ولا اججت مشاعر الجماهير ولا عملت اي شيء خارج عن القانون واللوائح ولا حطيتك في جملة مفيدة ولا جبت سيرتك من قريب او من بعيد. لا ليا دعوة بيك يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. تمام؟ والأهلي بيؤكد إن دولة مؤسسات. إذا بصدمتين من العير الثقيل، لا أتخيل، هذا خبر أهو نزل على الموقع الرسمي، ليس بيان وإنما خبر، بس للتأكيد لم يصدر الأهلي بيانات، خبر أهو قدام حضرتك. يعني أنا عايز ملايين الناس في الكرة الأرضية يقولوا لي الخبر اللي أنا قلته يمس الزمالك في إيه؟ يتناول الزمالك بمكروه في إيه؟
ايه التجاوز اللي حصل من الخبر بشأن الزمالك وجماهيره او كيان الزمالك المحترم؟ لا شيء، لا شيء. ما ان خرج الخبر الا وفوجئنا انتظروا بيان من نادي الزمالك. انا ما صدقتش لدرجة ان انا ترددت، قلت اكتب يا جماعة ده فيك واونطة ومستحيل الزمالك يعمل بيان ضد هذا الموضوع، ده شأن خاص بالاهلي. وبعد كده اتصلت ببعض الزملاء الصحفيين، قال لي انت بيقولوا فعلا ان في بيان؟ قلت له يا عم ده تهريج. قال لي لا والله بيقولوا في بيان. ما هي الا دقائق وفوجئت ببيان بقى، وليس حتى خبر، بيان. بيان ليبو بيانات، ليبو بيانات، لباليبو العجيب، كل الاحترام والتقدير للكل. ولكن يا اهل مصر، يا مسؤولي مصر، يرضي من هذا الكلام؟ لقد تجاوز حسين لبيب كل الحدود، وفوجئت بعد البيان بهجمة محترمة من المحترمين من جمهور الزمالك، هجمة شرسة على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، مسحت بحسين لبيب الأرض. ولكن دعوني أقف أمام البيان لدقائق. الليلة ليلة سوداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد أن يحاسب من سمح بخروج هذا البيان من نادي الزمالك، ويؤكد ان عبد الناصر زيدان يكسب دائما كل رهاناته. كلمني كثير من الزملكاويه اعضاء جمعيه عموميه، قالوا لي يا كابتن الحق، الراجل بيشتغل شغل انتخابات بيدمر النادي، الراجل بدل ما يحط على مصيبته غطا ويداري نفسه بعد ما خد على قفاه في صفقه حسام حسن، وبعد ما خد على قفاه صفقة مصطفى البدري اللي أعلن عنها، يعني أعلن على حسام حسن وأعلن على مصطفى البدري، بدل ما يحط مصيبة على مصيبته ويسكت، بيدخلنا في كارثة. راجل بيتاجر انتخابات، العيال بتوع السوشيال ميديا والكلوب هاوس اللي بيقبضهم وملمومين عليه ضيعوا النادي. والله العظيم واحد زملكاوي بيقول لي أنا شهدت لك يهاجمك الملايين ويسبك الآلاف وانت راسخ كالجبل تنتصر كل يوم من انتصار جديد. لا حول ولا قوة الا بالله. انا شهدت لك يا اخي. قال لي انا بكلمك وانا كنت مقاطعك، انا كنت مقاطعك، انت بتهاجم ليه يا عم؟ هو مفيش غير الزمالك معاك؟ كل شوية يتحقق صحة كلامك. هذا البيان بيان كارثي، اعلان حرب على الاهلي، واحنا ملناش علاقه لموضوعنا، ولا احنا نمتلك القاهره والناس، ولا ابراهيم عيسى شغال عندنا، ولا الاهلي حقنا بجمله مفيده، ولا لنا علاقه. الاهلي يحبس ابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى ياخد براءه، الاهلي يشتكي ابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى يتحقق معاه، الاهلي ما يشتكيش، الاهلي هيعمل اللي هو عايزه. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ والناس بتضرب اخماس في اسداد داخل نادي الزمالك وخارجه. واسمع يا فندم، اسمع يا فندم، لاني اقول لك خبطات على الراس. اسمع يا فندم، يعلن نادي الزمالك دعمه اللامحدود للسادة الإعلاميين المحترمين أصحاب التوجهات والآراء العادلة والمنصفة، وتفعيل قراراته السابقة السابق صدورها في هذا الشأن بجلسة الأول من أغسطس 2021 الممتدة، إعلان حرب، الجلسة ممتدة لإعلان الحرب وتمزيق المجتمع، وتكليف لجنة الرصد بالمنظومة الإعلامية السابق تشكيلها لهذا الغرض بتقديم تقرير مفصل في هذا الشأن توطئه
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وينبه إلى خطورة سياسات مالك أنت. خبر الأهلي رهبك فيه. لايكات يا جماعة، لايكات البس، لايكات بسرعة لو تكرمتوا. ادي بص، خليك عد التجاوز معايا. ارهاب، اتهام الاهلي بالارهاب، ومحاولات لي الحقائق، اتهام الاهلي بالتضليل ولي الحقائق، وتحريف الكلمات، اتهام الاهلي بالتحريف وانه بيحاول يعمل مشاكل من الشيء، واخراجها من سياقها. واحد بيقول له شعارك نازي وجماهيرك بتوع سمع وطاعه وانت مجلس اداره بتحرض على المؤامرات، حضرتك ده ترهيب انه يرد على ده؟ حضرتك ده لين الحقائق وتزييف للكلمات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واخراج الكلمات من سياقها، يعني حضرتك كلمة نازية، الأهلي في الخبر قال كلمة نازية، فين التحريف في الكلمة؟ وأنت مالك؟ أنت مال اللي جابوك يا حسين يا لبيب؟ أنت مال أبوك؟ أنت مالك؟ يعني عايز أفهم أنت مالك؟ أنا هنا بتكلم عشان بلدي وعشان مصر. أنت مالك؟ واخد الناس لفين؟ عايز ايه؟ بتخطط لايه؟ مودي الناس على فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وينبه الى خطورة سياسات الترهيب ومحاولات لي الحقائق وتحريف الكلمات واخراجها من سياقها على نحو متعمد من تلك السياسات التي يتبعها البعض ممن يخالفهم في الرأي. تعال اللي جاي. كما يحذر من محاولات تكريس مفهوم القطب الواحد. ده راجل في غيبوبة يا جماعة. الذي من شأنه بالضرورة إثارة الفتن ونزعات التعصب والقضاء على مفاهيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة. تعال في الكاسة اللي جاية في البيان، ويستنكر اتخاذ بعض أنصاف القيادات. الخطيب أنصاف قيادات؟ الخطيب ومجلس إدارته أنصاف قيادات في البلد؟ طب أنت عايز إيه؟ حضرتك طب ما تعلن الحرب وتشوف الأسلحة بتاعتك وتروح تضرب الأهلي بالأنابل. انت عايز ايه؟ عايز افهم يعني. مصر اكبر منك واكبر من الاهلي واكبر من الزمالك. ده تأجيج مباشر لمشاعر الفتنة والتعصب والعنف وتدمير السلم الاجتماعي. ملعون ابو الكورة. انت مش طبيعي. سب مباشر للخطيب ومجلس ادارته. بص يا فندم، ويستنكر اتخاذ بعض أنصاف القيادات، لو بصية وصغار المسؤولين. طب ما انت هيرد عليك اي حد هيقول لك جزمة الخطيب بيك. هل وصلنا لهذه الدرجة؟ طب انا عايز اقنع جمهور الاهلي ما يشتمكش دلوقتي ويقول لك انت مالك الخطيب سيدك وسيد ابوك. اقنعه ازاي؟ يعني عايز افهم اقنع الناس واقول لهم عيب ازاي؟ انت جاي تجر مشاكل. انت داخل في حدوتة مش بتاعتك. هو انت بتدير الكرة المصرية؟ توزير الشباب والرياضة لا يجرؤ ان يطلع بيان زي كده. وزير الشباب والرياضة لا يجرؤ ان يطلع بيان زي كده. الدولة المصرية العظيمة تحترم الاهلي ولا يمكن انها تسيء له بالشكل ده. ويستنكر اتخاذ بعض انصاف القيادات وصغار المسؤولين
من افتعال الأزمات. هم اللي بيفتعلوا الأزمات واستثارة الجماهير، هم اللي بيستثاروا الجماهير ويتخذوا من ذلك وسيلة لصرف النظر عن الإخفاق الذي يصيبهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة حد يفسر لي منكم، أنا مش لاقي كلام أقوله، أنا مش لاقي كلام أقوله. أنا بعمل اللي علي تجاه بلدي، بلدي في خطر بسبب الكورة. أنا يا جماعة بعمل اللي علي، واللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. بص بيقول إيه، أنصاف القيادات صغار المسؤولين يفتعلون الأزمات واستثارة الجماهير ويتخذون من ذلك وسيلة لصرف النظر عن الإخفاق الذي يصيبهم. إخفاق إيه؟ طراجل مقام لك رايح جاي، وبعد كده نادي الزمالك كبير مش عايز أحطه في أتون أن توجه لي أي إهانة. نادي الزمالك بريء منك ومن هذا البيان، وأهيب بجمهور النادي الأهلي وكل المحترمين إنهم ينحوا الزمالك جانبا وألا يسيئوا للزمالك. هذا الرجل لا يعرف شيء عن المسؤولية. هذا الرجل لو يعرف أي شيء عن تحمل المسؤولية ما كانش طلع هذا البيان، والزمالك وجماهير الزمالك منهم من هذا البيان أبرياء. وأثبت لكم كده، لأن النهاردة لازم أثني على جمهور الزمالك وأوريكم جمهور الزمالك دخل عمل في إيه. إياكم أن تسيئوا للزمالك أو جمهور الزمالك، لأن جمهور الزمالك أول من انتفض ضد هذا البيان القذر، هذا البيان الكارثي، هذا البيان الواطي، هذا البيان العار، هذا البيان العرة. بص يا فندم، وبعد كده قال ايه؟ ليصرفوا النظر عن الإخفاقات والفشل الذي يصيبهم، ويهيب الزمالك بجميع أطراف المنظومة الرياضية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية. ونكرر على مسامعهم، لا تثقبوا السفينة فكلنا فيها. هتعمل ايه يا فاشل؟ أنا بقول لك اهو، هتعمل ايه؟ أنت راجل بق مالكش لازمة، هتعمل ايه؟ انت راجل بق وفتان، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ عايز اعرف هتعمل ايه؟ عايز اعرف هتعمل ايه؟ انت ولا ليك اي لازمة. وانا قلت الكلام ده، انت كالهرباء، انت خبيث لا تبحث الا عن مصلحتك. انت تدمر المجتمع، انت تريد ان تأخذ الزمالك الى كارثة. ده مرتضى منصور لا يجرؤ انه كان يطلع البيان ده. ايوه كان بيشتم ويخرج عن النص، لكن ماله لو مرتضى منصور موجود والله العظيم ما كان طلع البيان ده. ايه يا عم الخلل اللي عندك ده؟ ايه يا عم اللي انت فيه؟ بص، لا تثقبوا السفينه، فين الدوله يا جماعه؟ ده راجل بيهدد مباشر، لا تثقبوا السفينه فكلنا فيها. هتعمل ايه يعني؟ يعني هتعمل ايه؟ هتغرق السفينة؟ ملعون ابو الكورة، وملعون ابو الدوري، وملعون ابو الرياضة، وملعون ابو الكاس، وممنوع اي ملعون اي حاجة تهدد بلدنا. انت لازم تتحاكم، انت لازم تتحاكم. بص واسمع، وبعد كده ايه؟ وندعوهم على الأهلي إلى فهم مبادرتنا ومسايرتها بما يحقق ويحفظ المصلحة العامة لهذا الوطن. أنا مش لاقي يعني، بصوا قريت لكم الأهلي خبر ما خدش غير 3 سطور بيتكلم عن شأن داخلي بيه. أنا بهيب بالبلد، أنا بهيب بالمسؤولين، بهيب بالرئيس، بهيب برئيس الوزراء، بهيب بالأجهزة الأمنية. إلغوا الرياضة، إلغوها لمدة 4 سنين
واقفلوا علينا واعملوا قوانين كفاية. ده توقيت يا جماعة انقاذ مصر. ملعون ابو الكورة وملعون ابو اي حد يهدد بلدنا. لا حول ولا قوة الا بالله. مفيش كده يا جماعة. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا بحاول احافظ على بلدي والناس تطلع تتكلم عكان صوتها يوصل، عكان لا يصبح الملايين من محب الاهلي فريسة لمن يريد ان يهدموا البلد، والا يستمعوا الى من يتحدثون من خارج البلد. وبنحاول نفهم الناس الحقائق. يعني بنحاول ان نفهم الناس الحقائق. انت بتعمل كده ليه؟ انا هنا لا يمكن ان اسيء للزمالك، ولا يمكن ان اضع الزمالك في جملة مفيدة. الزمالك بريء من ده. مبادرة ايه؟ وانت مين انت ان يسيروا مبادرتنا بما يحقق المصلحة العامة للوطن؟ انت مين؟ هو اشرف صبحي معينك رئيس وزراء؟ اشرف صبحي معينك مشرف عام على الانديه؟ ده انت متعين لجنه مؤقته، ما عملتش اي حاجه وقاعد تركب على فشل وفشل وفشل ومفلس ومالكش اي 60 30 لازمه، وكمان عايز تيجي تولع في البلد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما كان الكرسي بيقعد عليه العظيم حسن حلمي، بعد ما كان الكرسي بيقعد عليه العظيم حسن عامر، بعد ما كان الكرسي بيقعد عليه المشير عامر، بعد ما كان بيقعد عليه الملك فاروق، يقعد عليه انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ لا يمكن يا جماعة. انا بوح صوتي وانا اتوسل الرئيس وبعت لكل المنصات، لازم مستشار للرياضة، لازم مستشار للرياضة، لازم مستشار لمعاليه لفخامتك يا سيادة الريس للرياضة. النهاردة الريس بيتكلم مهموم، بيقول لك الناس في رقبتي، عايز 100 مليار في صندوق تحيا مصر عشان اقدر اشيل الهوز والفقر عن الناس. بيكتب على الفيسبوك اليوم العالمي للمشاركة المجتمعية والتضحية من أجل الآخر، يدعو الناس إلى التكاتف. وحسين لبيب يطلع بيان زي كده يا جماعة؟ يعني أنا لا أتفهم أبدا ذلك، لا أتفهم أبدا ذلك. هذا شأني داخلي بالأهلي. ما علاقتك أنت بيه؟ وأنت مالك ومال الأهلي وقراراته؟ الاهلي بيخاطب اجهزه في الدوله ومؤسسات منه ليها، انت مالك؟ انت مالك؟ هذا تجاوز كل الخطوط الحمراء، تجاوز سلطاته واختصاصه، لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يفعل.